بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. رمضان كريم. قبل ما نبدأ نهضر على واحد المشكل. الولد ولا البنت يقولك ما عنديش قبول في العمل أو ما عنديش كلمتي غير مسموعة. البنت هي تقول لك ما عنديش قبول. المهم اليوم غادي ندير واحد الوصفة ان شاء الله بالنسبة للولاد والبنيات يهزوها معهم يديروها في بزطامهم او في الحقيبة ديالهم. هي هاد الوصفة زوينة ان شاء الله، حاولوا ديروها. قبل ما نبدأ ان شاء الله نوريكم هاد الوصفة. تنشكر الناس اللي دعموني وآمنوا بيا وتنشكرهم بزاف بزاف. من أنحاء العالم اللي كانوا شافوا الفيديوهات وعجبوهم وشكروني، تنشكرهم تا أنايا. تنحاول نعطيكم شي حاجة اللي فيها خير لكم وليا. وأول حاجة تنتمنى تزيدوا تدعموني وتفعلوا الجرس وتأبونا وتخليوا لي لايك إن شاء الله. هذا قبول صالح للعمل والعروسة إذا كانت بارزة في العرس ديالها يجيب لها الهيبة والقبول وتكون منصورة قدام الناس وتكون عندها واحد القبول رائع. الوليد أو البنت، الراجل في العمل أو الولد اللي غادي يمشي يطلب العمل يدير هاد الوصفة. ما فيها حتى حاجة، ما فيها لا شركيات لا والو، من العشوب العادية. وهي الحمد لله زوينة، وفي هاد الشهر العربي شهر الغفران تيديروا الناس الحاجة الزوينة اللي تتبقى طول العام. شهر شعبان وشهر رمضان تيديروا فيه الحاجة الربانية والحاجة اللي تتكون بالحلاوة وتكون بالحاجة الزكية والطيبة وتتكون تجيب الحظ طول العام. أول حاجة ما نطولش عليكم، غادي ناخدو سبع حرملات. النصر اللي تيعرف النصر هو تيبري بحال الذهب، ها الذهب الابيض. نحطو لكم حس باش تشوفوه. ها النصر، ندير واحد شويه هنا، نديرو هنا في هاد تشوفو هنا شويه. نديرو ثلاث ورقات ديال ورق السدر. المسك الابيض التمر شويه يكون رطب وزوين. نعود لكم الوصفة. سبع حرملات، ثلاث ورقات من ورق السدر. النصر تمشي عند العطار تقولي النصر هو على صعيد العالم او صعيد الدول العربية سميتو النصر، كاع الناس يعرفوه النصر. إلا ما عرفتوش دخلوا الترجمة ديال العشوب وتلقاوه، يمكن عنده شي اسم آخر نصر. المسك شوية تمر وندير على بركة الله هاد الوصفة.
ندير المسك، نصر 3 ورقات ديال 3 ورقات ديال اوراق السدر، شويه التمر، 7 حرملات البابي الومنيوم، ونرش لي بارباه او العطر، نرش شويه. نخليها هكا ونزيد عليها، نزيد عليها واحد بابي ألومنيوم، نصوبو، ندير الأول ونعاود الثاني. نخليه على شكل هكا. ماشي صريرة هذه، ولكن هو قبول بحال الصريرة، ولكن هو في بابي ألومنيوم، تنديرو بحال هكا ما يبانش. راه تديريه في البسطام ديالك، ولا ديريه في الساك ديالك او الحقيبة ديالك، هو تيجلب الولد يديرو في البسطام ديالو، راه ما يبانش بحال هكا بحال هكا. المهم هذا راه نافع اللي باغي يمشي يقلب على الخدمة، او البنت اللي بغات تجوج، ولا العروس اللي في الكرسي ديالها وبغات تكون بارزة وتكون مقبولة عند الناس، دير هاد الحجاب. هاد الحجاب من العشوب، هو صالح للقبول وللهيبة. ما بقى لي غير نقول لكم الى وصفة اخرى ان شاء الله، خليوا لي تعليقات ونشوف واش هادشي يعجبكم، ونشوف الإيجابي إن شاء الله. نتمنى تدعموني باش نزيد لقدام ونفرحكم كما تفرحوني تا أنايا. نحاول نجيب لكم الجديد إن شاء الله. أي حاجة قلتوها في لي كومونتير ولا شي حاجة، المهم راه أنا غادي نديرها دقة دقة إن شاء الله، بحول الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.